صبحكم الله بكل خير. تعالوا نتكلم النهاردة عن حاجة مهمة، ايه اسباب الهبوط اللي حصلت خلال 24 ساعة اللي فاتت دي، وايه اللي ممكن نقدر نستفيد من الهبوط ده في دعم محافظنا ودعم حاجات مهمة ممكن نستفيد بيها الفترة الحالية. انا بالنسبة لي عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا. امبارح الصين عملت حركة، يعني هنقول انها بداية اخبار سلبية في السوق، يعني في اكاونتات وحسابات تم قفلها، مش عايزين نقول رقم محدد لاني قلت الرقم نفسه هتبقى يعني مش مظبوطة، ولكن تم غلق حسابات كتير. الحسابات دي هتأدي لمشكلة مع المعدنين ومع ناس كتير جدا، فلذلك ده كان اول خبر سيء احنا مش منتظرينه بصراحة، ولكن الصين بتلعب على الخط عادي، يعني احنا متعودين.